السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفيديو جديد ان شاء الله، كنتمنى يعجبكم. المهم البنات، ان شاء الله غنشارك معكم واحد التونيت ديال البنات وديال الدراري، وكنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتشجعوني. المهم البنات، كاين هذا الموديل هاد ديال البنات في الصفيفر ومع السروال الكحل، كيجي غزال في اللبسه، كاين من 4 سنين حتى 14 عام. ها هو البنات، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الموديلات، هادو زوينين وبثمن مناسب. وكنشكركم البنات على التعليقات ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. كاين في هذا اللون، هذا حتى هو الغوز مع الكحل، حتى هو كيجي زوين الصراحة. أنا كنفضل الدراري والبنات يلبسوا التونيات من الأحسن، كيجيو زوينين في اللبسة. وكاين البنات الغوز البالوق حتى هو، وفيه سروال كري. فيه من 4 سنين حتى 18 عام. كاين البنات هاد الشكل حتى هو صراحة مقطر من الداخل ديال البرد، كاين في هاد الكاشيري هذا. حتى هو فيه من 4 سنين حتى 12 عام. كاين هاد الشكيلات هادا ديال تيك توك، حتى هو زوينين ديال البرد، كاين 4 سنين حتى 14 عام. كاين هاد اللوين حتى هو فيه هاد اللون غزال، هاد الصفيفر، هاد الصفر مغلوق حتى هو واعر. كاين هاد الموديل حتى هو الصراحة واعر، حتى هو هاد الموديل هذا ديال 3 بياس، سروال وبودي و الجيلي حتى هو كاين في هاد الصفيفر، هذا حتى هو واعر. كاين في هاد الغوز، هذا الغوز بحال كاشيري ومفتوح. صراحة هما فيهم حتى 14 عام. كاين هاد اللويون تاني اللي فيه بلو مارينو والكاشير، صراحة هذا واعر. كنتمنى البنات تزيدو تشجعوني وتبارطاجيو لي القناة ديالي. هاد اللون تاهو واعر البنات، صراحة واعر عجبني. كاين هاد الشكيلات عاوتاني ديال البنات، فيهم تاهو 3 بياس، هادو خفاف شوية، ما غلطش بحال ديال الربيع، ماشي غير مقطنين، بودي خفيف شوية وكابيتش وسروال، او ما كيجيو في اللبسة البنات، كيجيو في المانكا زوينين. شكرا لكم البنات بزاف، حيت كتشجعوني وكتبارطاجيو ليا القناة وكتعاونوا معايا، كنشكركم بزاف صراحة. كاين اللي كيتعاون معايا بزاف، كنشكرو من هاد اول البنات كي كيجيو في اللبسة، الصراحة غزالين.
كنتمنى ان شاء الله البنات تزيدوا تبارطاجيو لي القناة ديالي وتكبر ان شاء الله. المهم البنات كنجيب لكم شي حاجة الصراحة في المستوى. وكاينين البنات هاد الشكيلات عاوتاني ديال الدراري 3 بياس تا هما، كاين جيلي وكابيتشو سروال تا هما، كاين في الاحمر والجيلي في الاحمر والسروال في الكري وكابيتش في الكري. وكاين هاد الشكيلات ديال البنات ديجا دوزتهم في المانكا. صراحة الثمن ديالهم مناسب وما كيتحبوا ما والو، كيبقاو زوينين واخا كيتصبنوا. وكاين عاوتاني واحد الموديل تا هو عجبني الصراحه، هذا راه فيه 18 عام، هادو عاوتاني الصراحه زوينين كيلبسوهم البنات كبار. وكاين الجيلي ديال الدريل كاين من عامين 3 سنين صراحه واعر تا هو، الثمن ديالو صراحة عجبني كيدير شي 120 درهم حتى 100 درهم. هادو ديال الدراري البنات. كاين عاوتاني هاد التوني ديال الدراري 3 بياس تا هو، الكابيتشو والجيلي والسروال. كاين عاوتاني هاد الشكيله البنات، هاد اللون صراحه زوين، هاد اللون تا هو في الزرق. كاين التشكيل عاوتاني صراحة كاملين التونيات زوينين، حتى اللوينات زوينين فيهم كاملين، والكاليتي صراحة. ها هما البنات، المهم البنات كنتمنى ان شاء الله تشجعوني وتدعموني، وشكرا لكم بزاف بزاف البنات. ما تنساوش تديروا لايك واشتراك في قناتي اللي هي سعاد شانيل، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي وتزيدوا تشجعوني، وشكرا لكم بزاف البنات.